حقيقة وزارة الثقافة تولي هذا الجانب الأهمية الكبرى، وهي يعني يجب أن تعمل في الأيام القادمة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب أن تعمل على استقطاب المزيد من المترجمين، وأن تنسق مع جامعة دمشق والجامعات بأسرها في الوطن والمعهد العالي للترجمة بالتهيئ لخطة وطنية للترجمة تعمل على استقطاب الكوادر الكفيلة بالنهوض بهذا المشروع الوطني. أنا شخصياً يعني لي هذا الأمر كثيراً، لاهتمامي بالترجمة أولاً، ولأنني ممن رأى بضرورة إطلاق خطة وطنية للترجمة منذ عام 2012 تقريباً، وأنا أتمنى أن تستمر هذه الخطة وأن تستمر الهيئة في بذل جهود حثيثة لإنجازها والمضي بها حيث أريد لها في البداية. أتمنى أن تزدهر الترجمة في بلادنا، ولكن قبل أن تزدهر الترجمة لابد من أن تزدهر وتنمى أساليب ووسائل وطرق تعليم اللغات الأجنبية. بدون لغات أجنبية متينة لا يستطيع المترجم العربي أن ينجز الكثير، وإلا شوه الفكر الذي يترجمه وشوه اللغة التي يترجم إليها. اليوم نحن عم نكرم هدول، نحن كرمنا المترجمين، نحن معناتها في عنا أعمال سابقة لهم، واليوم بتمنى أنا من خلال هذه الندوة، من خلال تفعيل هذه الندوة، الإضاءة أكبر والتوضيح بشكل أكبر على واقع الترجمة في سوريا. وبتصور حيكون في قفزة نوعية ممكن تكون كبيرة بالنسبة لواقع الترجمة بسوريا. هذه ندوة كما رأيتم الآن، ندوة تتحدث عن دور الوطني للترجمة، دورها مثلا فيما يشبه الحالة التي تعيشها البلاد بشكل عام. ولذلك سيرى يعني المشاهدون الآن والمستمعون سيرى جملة من البحوث التي ستقدم خلال جلسات الندوة ترصد عديد من جوانب تأثير الترجمة على التنمية.